صلوا على محمد وآل محمد. I would first like to start off by saying thank you for joining us tonight. This is definitely a special occasion. After 2 years of being in quarantine, it's kind of nice to see all your familiar faces. So thank you for joining us for our annual iftar dinner. I would like to welcome our president, Sayyid Abbas, for a word in Arabic of thanks for all of you for joining us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Fadilat Shaykh, Hadarat al-Qudat, Ahlina al-A'za, الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية باسم الهيئة الإدارية أن أرحب بكم وأشكركم على حضوركم، وأتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. لقد تشرفت أنا عباس الموسى بترأس هذه الجمعية الخيرة لمدة سنتين بمؤازرة أعضاء الهيئة الإدارية الموقرة من خيرة شباب وصبايا برعشيد، رنا حيدر، رانيا الهادي شهاب، علي فرحات، طارق عبيد، حسن مروي، وأيمن حناوي. مسؤوليتنا في الهيئة الإدارية الحفاظ على استمرار نشاط الجمعية والإبقاء على شعلتها متوهجة. حفل الإفطار هذا نحافظ على إقامته لما فيه من جو عائلي حميم وإلفة ومحبة وشعور بالانتماء إلى قريتنا الحبيبة برعشيد. وفي هذه المناسبة نتوجه بالشكر إلى جميع من سبقونا بالعمل في هذه الجمعية من مؤسسين ومساهمين، وندعو لهم بدوام الصحة والعافية، ونترحم على الذين توفوا منهم، ونهدي إلى أرواحهم ثواب الفاتحة.
قريبا إن شاء الله ننتهي من تجهيز قاعتنا الجديدة على شارع بيتش ديلي في ديربون هايتس، وسنقيم اجتماعا عاما للجمعية لإجراء الانتخابات لهيئة إدارية جديدة. وهنا أحث وأتمنى وأرجو من الجميع المشاركة والمساهمة، وخاصة الشباب والصبايا، كل حسب قدرته وظروفه، وليعتبر كل واحد منا إن المسؤولية تقع على عاتقه، فلا يتوانى عن المشاركة والمساهمة. أكتفي بهذا القدر من الكلام، وأترككم مع فضيلة الشيخ أحمد مع كلمة موجزة من وحي المناسبة، فليتفضل مع بركة الصلاة على محمد وآل محمد. والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وربيع قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته المقربين وعباده الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الأحباء، الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلمتين ما راح نطول. أني كان الشباب قالوا لي بتفتتح أنت الجو قبل الإفطار، بس هلأ بعد ما فطرنا مش عارف شو بدي أقول لك، كنت محضرهم أني لا قبل الإفطار فضيعونا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا طبعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وتلاوتهم لكتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. الليلة هي ليلة من ليالي القدر، لعله إحنا عم نحيي الست ليالي اليوم وبكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أدعيتكم وأن يحقق أمانيكم وأن يحفظ هذه الجالية الكريمة بكل مكوناتها، كباراً وصغاراً، شباباً وشيباً. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة. وختاماً طبعاً أقولها من القلب إلى القلب، يمكن كتير أنا هيك مسائل الدعوات وخصوصاً بشهر رمضان هيك بيكون الإنسان بيعيش فيها شيء من الحرج، بس لما حكي معي الحج حسين الأخ العزيز الحج حسين بعلبكي، فقال لي جمعية برعشيت ورح يكونوا أهل برعشيت موجودين، وهو بيعرف أنه أهل برعشيت هاي نقطة ضعف لسببين. أولاً الحمد لله رب العالمين، لأنني يعني أعتبر نفسي واحداً منهم وأرتبط مع الجميع بعلاقات أخوية طيبة وأتشرف بها، ففي جانب مثل ما بقوله خاص نحن بنيناه سوا في العلاقة، واللي أيضاً يزيد على هذه العلاقة مثل ما بقوله قوة جانب لا بعتبره كمان هذا أساس، وهو ورثناه عن الوالد رحمة الله عليه، لأنه الوالد كانت برعشيت تمثل بالنسبة له حكاية خاصة. برعشيت كانت ضيعته الثانية التي عاش فيها وبنى فيها كثير من الصداقات والعلاقات، وطوال 30-40 سنة من هجرته في الجزيرة العربية لما كان بالسعودية كان دائما يحكي لنا عن شخصيات
نقف أمامها هيك في حالة من الذهول، إنه شو هالعلاقة اللي الوالد بعد بعد 40 و50 سنة عن هاي الشخصيات يستذكرها وكأنها موجودة في حياته بشكل دائم، لحتى يجينا على البلد والحمد لله قدر لنا أن نتعرف على جماعتنا الظروف مجددا، والتقى بهؤلاء الأصدقاء اللي منهم من مضى إلى رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم في أعلى الدرجات مع النبي وأهل بيته، ومنهم ما زال موجودا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارهم وأعماركم جميعا، وعلى الخصوص طبعا اليوم هيك من زيادة الأنس لهذا اللقاء الطيب أني التقيت بالوالد والعزيز والحبيب طبعا الحاج أبو جهاد فرحات، الله سبحانه وتعالى يطول بعمره. فمباشرة بس شافني دموعه في عينيه ذكرني بالوالد، وكان عندما يلتقي بالوالد كلاهما كنت أني هذا الموقف ما زلت أذكره تماما هون بديربون، بس يشوفوا بعضهم يسلموا على بعضهم يصيروا يبكوا، فأني أقف هيك قل لهم يا عمي شو صاير ليه عم تبكوا. وكأنهم يعني هي العلاقة الأخوية الطيبة التي لا تقدر بكنوز الدنيا على الإطلاق. نحن منقول إلنا الشرف طبعا جميعا إنه أهلنا كانوا هيك ونحن هيك وسوف نبقى كذلك، وأيضا أبناؤنا إن شاء الله سوف يحملون هذا الوفاء وتبقى العلاقات بينهم بهذا القدر من الوفاء والمحبة بشكل دائم. برعشيت قطعة من القلب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، أن يبارك فيكم، أن يوفقكم، وأن تبقى دائما هذه الجمعة جمعة خير ومحبة، وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله تبارك وتعالى علينا جميعا وعليكم وعلى جميع عباده بالرحمة والمغفرة والخير والبركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Everybody, can I just get your attention for one more second? I just wanted to let you guys know, if you look at your screens on the side, you'll see the new hall that's been opened, that will actually be officially opened in a couple weeks on Beach Daily. So please take a look at it to see the progress that we've done. Another thing I really want everyone to kind of consider is we're going to be doing elections coming up in about a few weeks as well. So this is more towards our young youth. If you guys could please come out, join the board, really put yourselves out there for nominations. This is your opportunity to really make a difference within your own village, generation after generation. So we've done a lot of progress these last couple years, and we would love for you guys to come out and do additional progress going forward. So be on the lookout for those. And for parents, please bring your children to these nominations so that they can be involved and get to know the people of their village. Because if you don't do it, they're going to lose who they really are, and then we're going to lose who we are as well. So don't forget, couple weeks, I really hope everyone here comes out to our grand opening with their kids, and then they really push their children to be a part of the board. So thank you guys again for joining us tonight. I hope you guys have a great evening, and Ramadan Kareem to all of you and your families.